معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان دكتور صباح علوة الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور صباح. نبدأ من صحيفة لوموند الفرنسية التي ذكرت أن تظاهرات البصرة أفرزت جيلا من الناشطين الذين سمتهم العفويين، كيف تقرأ هذا؟ حقيقة أوضاع العراق المتأزمة منذ 2003 ولغاية الآن وحالة تراكم الأزمات المختلفة على كل الصعود سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي حقيقة أو الخدمي أدى إلى هذه الحالة التي نعيشها، خصوصا مركزها في البصرة. وكلنا ندرك أن البصرة تشكل حالة الإشعاع الثقافي وكذلك أيضا الفني والثوري والاقتصادي أيضا بالنسبة للعراق، ليس الآن وإنما منذ زمن يقارب 100 سنة. ولكن ما يحصل حاليا من حالة لإخماد جذوة الثورة الموجودة في العراق انطلاقا من البصرة، هناك محاولات كثيرة جدا باستخدام القوة أو العنف أو بعث مندسين من قوى سياسية تعمل على تدمير العراق حقيقة. ولذلك نلاحظ حالة الاختطاف أو حالة الاعتقال الكيفي دون وجود أي مؤشرات قضائية أو إجراءات معينة، إضافة إلى رافقها تشكيل حكومة ورئاسات جديدة في الظرف الحالي، ولذلك هناك المساعي لإخمادها إعطاء للرأي العام الدولي والإقليمي بأن العراق بدأ يستقر بالحكومة الجديدة. وأنا في اعتقادي ما سيشكل من رئاسات لإدارة العراق لـ4 سنوات القادمة سيفشل أيضا بسبب عدم تمكن هؤلاء السياسيين من إدارة البلد في نزع فتيل الأزمات الخانقة سواء على الصعيد الخدمي أو غيره. هذا الجيل بتظاهراته العفوية الذي تحدثت عنه الصحيفة الفرنسية، برأيك هل ستنجح الأحزاب الحاكمة بدفعه بأي وسيلة لإنهاء حراكه السلمي وإنهاء هذه التظاهرات وتحقيق مطالبه؟ قد يتمكن الحكام الجدد من تعطيل، وليس عملية إخماد، تعطيل المسيرة والاحتجاج والتظاهر لفترة زمنية بسيطة، ولكن سيثور ثانية كما قلت طبيعة الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة لن تتمكن من إنقاذ العراق وتقديم متطلبات الشعب العراقي وخاصة في المناطق البصرة وغيرها. لذلك نلاحظ هؤلاء الشباب الجدد الذين يملكون حالة الوعي بعيدا عن عملية التسييس من قبل القوى السياسية الموجودة على الساحة، ولذلك نلاحظ ستستمر وتتوسع في اعتقادي خلال العام القادم بعد أن يرى المواطن والشاب البصري أن هؤلاء لن يتمكنوا من تقديم خدماتهم الحقيقية للشعب العراقي، بل ستستمر حالة الفساد ومحاولات المراوغة، ولذلك ستنتقل من البصرة إلى جميع المحافظات. أشكرك شكرا جزيلا. إذن من عمان دكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي.